فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع ما يعايشه الناس هذه الأيام في هذه البلاد وغيرها من ضيق المعاش وغلاء الأسعار وانعدام المواد البترولية وغيرها، ومع الأجواء المتقلبة في الطقس التي تؤثر على صحة الإنسان، كل هذه المصائب وغيرها يبين الله تبارك وتعالى السبب الذي حصلت من أجله. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه الآية يفسرها قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويفسرها قوله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالسبب في هذه المصائب وهذه الابتلاءات التي جاءت في هذه الثلاث آيات بعض الذي عملوا بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالسبب هم الناس أنفسهم وما يكسبون بأيديهم وأعمالهم، نحن السبب. ومهما حلل المحللون ونظر المنظرون وحاول الجاهلون أن يرموا السبب في غيرنا فكله كذب، السبب نحن. لأن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنتم، نحن جميعا، ويعفو عن كثير. ومع ذلك يدعونا الله تبارك وتعالى إلى التوبة والمغفرة والعفو منه سبحانه وتعالى إن تبنا ورجعنا. ومهما أذنب الإنسان وعصى الله تبارك وتعالى، فمتى ما رجع إلى الله فإن الله يقبله ولو كفر بالله وقاتل المسلمين عند البيت الحرام. فإذا رجع إلى الله وتاب إليه قبل الله توبته ومحى الله حوبته وغفر الله له ذنبه. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا عن الكفار من المشركين الأوائل الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأخرجوا الرسول وأصحابه من بيوتهم وقاتلوهم عند المسجد الحرام، بعد ذلك وعدهم الله بالتوبة والمغفرة. قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوكم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. بعد هذا كله قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وأصحابه وقاتلوه عند المسجد الحرام، والقتال فيه حرام، وكفروا بالله عز وجل وأشركوا، وكان شركهم أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل أي الشرك. وقال الله عنهم كذلك جزاء الكافرين. قال الله بعدها فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله عز وجل الذي وعد أولئك بالمغفرة والرحمة يغفر لنا ولكم جميعا من باب أولى مهما قصرنا وأذنبنا في حقه سبحانه وبحمده، ويعاقبنا كما عاقب أولئك وغيرهم إذا لم نتب إلى الله عز وجل. وهذا ما حصل في هذه الأيام. والله مهما تكلم الناس، بعضهم يقول إن السبب الحكام، وبعضهم يقول إن السبب الدولار، وبعضهم يقول إن السبب الاقتصاد، و السبب واحد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وارجعوا إلى الله جل وعلا، وهو الذي يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبعد ذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذنوب التي يكسبها الإنسان بيديه الشرك بالله. وما أدراك ما الشرك بالله؟ ثم ما أدراك ما الشرك بالله؟ هو دعوة غيره معه، يا فلان أنجدني وأفزعني، يا بقرون من العيون، يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، يا سابغ يا بيع معها بسماها، يا بشرة إن شاء الله راجل مرة، كله شرك بالله عز وجل وكفر بالله. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله جل وعلا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاء غير الله شركا، وسمى الله تبارك وتعالى ووصف الداعية لغيره جل وعلا، ولو دعا صالحا أو طالحا، ملكا أو رسولا، نبيا أو إنسيا أو جنيا، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جعله الله من الكافرين. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو ربه الرسول، يدعو ربه يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فدلت الآية أن من دعا ربه فقد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ترك دعاء ربه ودعا غيره أو دعا غيره معه فقد أشرك بربه أحدا.
وقد قال الله جل وعلا قبلها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لأن أي أحد غير الله عز وجل ودون الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا فهو ضعيف، لا يخلق شيئا فبالتالي لا يملك شيئا، لا يخلق شيئا فبالتالي هو مخلوق، لا يخلق شيئا لأنه كان عدما، والعدم كان معدوما، والمعدوم لا يمكن أن يكون إلها، والمعدوم الذي لا يمكن أن يكون إلها لا يستطيع أن يوجد نفسه لأنه كان معدوما. فإذا لم يستطع أن يوجد نفسه لأنه كان عدما، فمن باب أولى وأولى وأحرى ألا يوجد غيره، فلا يجوز دعاءه مع الله تعالى. قال الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي قوله جل وعلا: لا يخلقون شيئا، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين، رغم أن القرآن كله أمرنا الله بالاستماع إليه والإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولكن هذه الآية جاءت بالأمر إلى استماع خاص، ورغم أنها من القرآن الذي أمر الله بالاستماع إليه عموما، فدل ذلك على أهمية هذه الآية وعلى زيادة مزية في هذه الآية، كيف لا، وهي تتكلم عن حق الله تبارك وتعالى، وتنهى عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، الذي هو أعظم ذنب وأكبر جريمة عصي الله بها في الأرض، وبسببها منع الأقوام القطر من السماء، وبسببها ضيق عليهم في الاقتصاد، وبسببها غلت الأسعار، وبسببها فشت الأمراض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، فالملائكة دون الله، والأنبياء دون الله، والرسل دون الله، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دون الله، فما بالك بالأولياء والصالحين؟ إذا كان الرسول دون الله فكيف بهؤلاء الشيوخ إن كانوا أولياء؟ إن كانوا أولياء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ضبان وحدة ما بيخلقوه، ولو اجتمعوا له، اجتمعوا لأن يخلقوا ذبابة واحدة لا يستطيع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب الذي يطلب غير الله ضعيف، والمطلوب هذا الشيخ أو الولي أو الصالح أو الطالح، المطلوب ضعيف. من هو القوي؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عبده الذين اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فقد انتشر الشرك، ما من دابة تدب على ظهر الأرض في بلادنا إلا قليلا منهم، من رحم ربك، إلا ومكتوب عن يمينها وعن شمالها: يا فلان، الشيخ فلان غوث زمانه،
فلماذا لا يغيثوننا في انعدام البنزين والجاز إلى غير ذلك؟ لماذا؟ لأنهم كذبة فجرة، كذبة فجرة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فطالما يصر أكثر الناس على الاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله جل وعلا، فإن العذاب سينزل بهم والعقوبة ستحل بهم، لأن الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأعظم ما كسبت الأيدي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ألم ترى هذه القباب والأضرحة التي يذهب إليها النساء وكثير من الرجال بل أكثرهم، فيطوفون بها أكثر مما يطوفون بالكعبة المشرفة، حتى قال أحد أولئك القبورين، قال شيخ المسيح: زرت حج ورؤياه عيد، لا تخالف له وتقول لما لأوامر استسلمة. يسمع صيحة القاصي المدلم إن مقام قبر أبرك أسلم. إذا لم يكن هذا هو الكفر بالله فلا كفر بالله. إلى غيرها من الذبائح والمواشي التي تذبح عند أعتاب القبور ويأكلها السدنة الفجرة، والأموال التي ترمى هناك في خزائنها ويأكلها قوم لا يخافون الله عز وجل ولا يرجون اليوم الآخر. يوم طالعين من منطقة قريبة من منطقتكم دي، لكن ما منطقتكم، نسوان كتار في الزلط ومعاهم بنات شفع كتار، كل واحدة من النساء والبنات شايلة لها جركانة بعد العصر، فيها لبن حلبه؟ لا. فيها زيت سمسم؟ لا لا. أي جركانة كبيرة مليانة محاية من شيخ قريب جاي، كلهم صارف لهم جركانات، جركانة الزيت الكبيرة كلها ملانة محايات. ده شرك، والله ده شرك، كان رضيته ولا أبيته ده شرك، لأن المحايات دي بيكتبوا فيها استغاثة بالجن واستغاثة بالشياطين واستغاثة بالشيوخ، يكتبوا فيها كتابات يقول لك ده قرآن. ما عندهم علاقة بالقرآن أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. أعني هؤلاء الذين يفعلون هذا الشرك، ولا أعني غيرهم. يكتبوا لهم نسوان مغشوشات، الدائرة الجنة ماشية للشيخ، الشيخ ذاته تلقى ما عنده جنة، العيان عنده سرطان، بدل ما يودوه المستشفى يودوه للشيخ، والشيخ لما يجي وجع عيون بس يكرمك الله بيشيلوه يودوه إسبانيا. أبوك الشيخ ذاته لما نجي وجع عيون نزلة يرفعوه يودوه أسبانيا، وإنت لما يجي لواحد منكم سرطان يودوه للشيخ، وأحيانا يلقوا الشيخ ما أبو الشيخ وين عندنا ذول عيان، الحوار والدراويش يقول لهم فات أسبانيا عنده وجع عظمين. ما قلت ده الله، ما قلت ده البعالج، ما قلت ده الإله، كل هذا كذب وافتراء على الناس. فإذا لم نتب من هذا أولا ثم باقي الذنوب ثانيا، فإن رحمة الله عز وجل ستنزل حينها. وإذا لم يتب نتب من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعذب من يشاء من عباده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فرج عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واقض عنا ديوننا وفرج عنا كروبنا واغفر لنا زلاتنا وسيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وأنت أكرم الأكرمين نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن تجعل بلادنا السودان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. يا من أنت على كل شيء قدير، ويا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وأنت على ما تشاء قدير، اللهم فرج عنا وفرج عن المسجونين المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة.